السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أخوكم بهاء ومعانا دورة ممكن هي الأول من نوعها أصلا على مستوى العالم مش مستوى الوطن العربي، وهو إن إحنا بننفذ أبلكيشن ويب فعلا بفلاتر. الدورة دي عدد ساعاتها تقريبا ممكن يوصل ل 10 ساعات أو 15 ساعة تسجيل فيديوهات، ده عدد كبير جدا. ومش بس كده، لا ده احنا اما يبقى في موضوعات ادفانسد هنلحقها حتى لو مالهاش علاقه. يعني الدوره دي انستجرام كلون بنعمله بفلاتر، بنصممه بفلاتر ويب كام. طبعا ايه اللي انت محتاجه عشان تبدا تدخل معايا الدوره ديت؟ كل اللي انت محتاجه ان انت تشوف الدوره المجانيه اللي موجوده على القناه الخاصه بفلاتر ويب من البدايه خالص، يعني كل اللي انت شارحين فيها كل الحاجات دي. هنا بقى جاء وقت التنفيذ، هخلونا اوريكم الناتج اللي احنا ان شاء الله هناخده من الكورس ده. الكورس خلص تسجيلا بنسبه 90%. طبعا الناس يا ريت تسيب تتفرج الفيديو في الاخر، لان في مفاجاه في اخر الكورس في اخر الفيديو. يعني الدوره طبعا مش هتنزل على القناه، مش هتنزل الا وهي خلصانه، يعني لما اسجل اخر 10% هتنزل والابلكيشن خلصان. بس واحنا طبعا كل طول ما في فيديوهات بتيجي في ادفانسد في حاجات معينه هنبدا نشتغل ايه ونبص عليها. لو خدنا بالنا ده انستجرام بديزاين مختلف تماما من دماغنا، معمول بفلاتر كاملا. تقدر تبص على كل خاصيه منه، دي طبعا بالهوم، في هنا هو الستوريز وكل يوزر، في هنا تقدر تدخل تضغط هتلاقي فيه تعمل ابلود للايمج او تكنسل او تابلود، تقدر تشوف الستوريز اللي موجوده. تمام. تقدر لو هنا دلوقتي انت لسه مش لوجن، لو انت عايز تعمل لوجن هتروح فهتعمل لوجن، ده اللوجن ايا كان، وفوجيت باسورد برضه اهوت انك تدخل ايميلك والساين اب ان انت هتعمل تسجيل. بعد كده خلاص اللي دخلت الداتا عملت ريجستر هتلاقي اوتوماتيك حولك بقى في البروفايل بتاعك. دلوقتي لو ضغطت على دي هتلاقي البروفايل بتاعك موجود، الناس تقدر تعمل لك فولو، الداتا بتاعتك اللي موجوده، كل ده هيتصمم من الصفر. ماشي. طبعا وهنا عندك ستور هي نفس بتاع، وفي سيف الحاجات اللي انت عامل لها سيف، هنا عندك السيتنج بتاعتك عشان تعدل فيها كل حاجه، ابلود ايمج وخلافه، تعرف تشينج باسورد، تعرف تبعت الباسورد، يعني الحاجات دي كلها كومبوننت فلاتر. تعرف تعمل لوج اوت، تعمل لوج اوت وتطلع فهيرجع كده تاني. نرجع هنا تاني لو عملنا لوجن، عشان بس عايز اوريكم حاجه تانيه. دلوقتي انا عملت لوجن عايز اعمل اد بوست، لو ضغطنا على اد بوست تقدر تعمل اد بوست من الجهاز. طبعا هو مش يعني هي فانكشنز كفلاتر موجوده. تمام. لو عملنا كده رحنا فتحنا تاني، طبعا الصوره هتلاقوها موجوده. ماشي. بس ك يعني ك... كنوعا ما ثابته. ماشي اهي. ماشي. طبعا هناخد ازاي، لان احنا هندخل نجيب الحاجات دي من على الجهاز، طبعا مش هتنزل، تقدر تكتب معاها برضو وصف. ماشي. نقدر برضو في ايه الخصائص، موضوع النوتيفيكيشن، يعني الوجه دي جميله، يعني الوجه ديت كده دي النوتيفيكيشن مثلا جايه، وفي اليات معينه انت تقدر تتحكم في التصميم بتاعها، مفيش اي مشكله بسلاسه خالص. فدي ان شاء الله هتاخده، هيبقى فيه شغل كويس جدا في الموضوع ده، هنتعلم حاجات كتير، هنتعلم، هيبقى فيه كود معقد نوعا ما، لان اللوجيك ده كله معمول بدارت وفلاتر، بس مفيش باك اند. ماشي. مش معنى كده احنا في الكورس مش هناخد باك اند، لا هناخد باك اند، في باك اند في الكورس، هنربط باسترابي، هنعمل الفانكشن الاساسيه ان احنا هناخد بوست هنا ونضيفه، ونعرض البوستات اللي جايه من الاي بي اي، ونقدر نضيف بوست ويظهر في الاي بي اي، يظهر هنا، ده اللي هو الجزء الاخير اللي فاضل على التسجيل يعني. فده باختصار اللي يعني اعتقد ان انت تقدر بعد تبدا ابلكيشن ويب. احنا عارفين ان فلاتر لسه حاليا في مرحله البيتا الاخيره، بس انا اقول لكم حاجه، انا ما وجدتش اي مشكله تقنيه تكمن في ان انا اتعامل مع فلاتر ان هي لسه بيتا حاليا، فتعمل بيها حاجات كويسه جدا. انا قلت اخد تحدي واعمل بيها حاجه مش قليله، يعني اللي احنا عملناه ده مش تطبيق، مش قليل يعني، حتى شكل النافيجيشن، شكل المنيو، ده غير كده بقى كود ريسبونسيف. دلوقتي عندي ريسبونسيف، بصوا نعمل كده، ده الايباد ماشي، بقوا اتنين، بقوا واحد في الموبايل، وحاجات من فوق اختفت. لو جينا نعمل كده نكبر ونجيب صفحه تانيه، صفحه دي مثلا اهو، الريسبونسيف شغال زي الفل. طبعا الريسبونسيف برضه احنا هناخده هنا، تبدا تكبر تبدا تصغر، الدنيا بتظبط معاك. لو رحنا برضه للسيتنج، عشان السيتنج بصوا دي تمام، لو رحت عملت كده خدوا بالكم ان في بصوا حاجات بتظهر هنا وحاجات بتختفي، يعني بصوا ده في الشاشات الكبيره تمام مفيش مشكله فيها، ده الشاشه كبيره على فكره، اكبر من الشاشه اللي شغاله عليها 27 بوصه، يعني كده تقريبا انت واخد 25 26 بوصه عادي، كبر اللي انت عايزه، تقدر كده تصغر. لما تروح في الشكل اللي هو مش تمام هتقدر تدخل كده
ماشي، ده تمام، ده مش موجود فيه الداتا، بس لو دخلت هنا هتلاقي الداتا موجوده هنا، الداتا دي اختفت لما بتظهر. فالريسبونسيف شغال زي الفل، ماشي، كبير صغير كل الشاشات نفس الموضوع. الشاشه دي بصوا هتلاقوا فيها تحديثات كتير، ماشي، بس بصوا لو رحنا كده اهو مظبوط اهي، الريسبونسيف شغال فيها زي الفل. الحاجات دي بتتغير، هنا بيبقوا واحد في الموبايل، اثنين في التابلت، في الحاجات الكبيره ثلاثه، عايز تقلها اربعه، بس على حسب برضه زي اللي انت عايزه، ماشي. فاحنا مظبطينها والدنيا ان شاء الله كلها تعمل ريسبونس مشروع، كل الامور ان شاء الله انت تحتاج بعدها تعمل ابلكيشن بالورد بالفلتر تبقى موجوده، بحيث ان انت ما ان شاء الله هي تقريبا شهر او شهرين جايين هتبقى بيتا، هتبقى ستيبل خلاص، فتبقى جاهز وتبقى من اوائل الناس اللي بتشتغل بيها ان شاء الله، تعمل بها موبايل ابلكيشن وتعمل بها فلتر وتعمل بها ويب ابلكيشن وديسكتوب كمان ان شاء الله هيبقى ليها دوره كويسه. طيب ايه المفاجاه بقى؟ طبعا الدوره دي بقالي شهر تقريبا بسجل فيها، يعني مش شهر، يعني خدت وقت كبير تجهيز والحاجات دي كلها. طبعا الدوره للاسف الدوره مش مجانيه، بس في تخفيض. الدوره المفروض سعرها الاساسي طبعا مش هنزلها على اي موقع، لان بصراحه يوديمي ما بيداش اي مردود، والكورسات كلها بتبقى بمبلغ بصراحه زهيد. فانا خدت قرار ان انا مش هنزل على يوديمي خصوصا الفتره دي، يعني الحاجات القويه. الدوره دي طبيعي لو كنت نازلها على يوديمي كانت تبقى ب $300، ماشي، بس عشان يعني اول 10 هيكلموني وهيحجزوا معايا الدوره هتبقى ب $100 فقط، ماشي. فتابعوا الرابط هيبقى موجود في الديسكريبشن، اللي عايز يتواصل معايا هبقى كاتب برضو المواضيع في الصفحه بتاعت الويب سايت، وفيها برضو زرار تضغط عليه تكلمني في الواتساب تقدر تحجز من خلاله. لو في اي تفاصيل حد عايز يعرفها غير الحاجات دي او يتاكد من وجود شيء معين في الكورس يبعت لي مفيش مشكله، ماشي. برضو ان شاء الله هيبقى في اصلا دروس هتنزل من الورشه بس او اثنين او ثلاثه على حسب، على القناه عادي عشان الناس تشوف برضو الماتيريال بتاع الدوره. ولو اي حد عايز اي تفصيله في اي شيء من الامور دي يبعت لي، انتظرونا ان شاء الله في اول محاضره الكورس، وانتظرونا برضو وتابعونا على القناه ان شاء الله هتلاقوا حاجات كويسه جدا. كان معاكم اخوكم بهاء، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.